معانا على التليفون من تونس الاستاذ محمد مصلحي المدير الفني للفريق الاول للكره الطايره رجال دي النادي الاهلي، اللي طبعا بنبتدي كلامنا معاه بمليون مبروك، مليون مبروك. اهلا اهلا بيك يا استاذ مصلحي، اتفضل. صباح الفل. صباح الفل، اهلا بحضرتك فندم. اولا طبعا يعني شيء عظيم جدا الانجاز اللي اتحقق، وحاجة مشرفة جدا، وأكيد برضو النوع ده من الانتصارات اللافتة للأنظار ما بتجيش من فراغ، بيبقى وراها كواليس، وراها مجهود، وراها قصص كتيرة، عايزين نتعرف ولو على جانب بسيط جدا منها بعد إذن حضرتك. اتفضل يا فندم. الحمد لله. طبعا مكسب امبارح بطولة أفريقيا للمرة ال 15 في تاريخ النادي الأهلي، ده طبعا ريكورد النادي الأهلي للكرة الطايرة. الحمد لله ربنا أكرمنا وعوضنا خير بالبطوله دي في تونس، وعلى خصم عنيد وخصم قوي زي الترجي جماهيره يعني، وفي ارضه وفي وسط جماهيره. الحمد لله، هو ربنا عوضنا خير الموسم المحلي وكسبنا بطوله كبيره الحمد لله. يا رب دايما، يا رب دايما. شفنا من شويه تقرير كده اتعمل مع مجموعه من اللاعبين بعد الانتصار ما اتحقق بالفعل. يعني دايما لعيبه النادي الاهلي في الرياضات المختلفه تحسهم كلهم يعني على قلب رجل واحد، وعندهم هدف واحد ما بيشوفوش غيره، فكرة الانتصار. حتى لو كنا مرينا في رياضة ما مع فريق ما بشيء من التعثر، لكن عندنا قدرة دايما نقوم ونقف على رجلينا. فتفسر بإيه الروح الأهلوية الغريبة دي؟ هو أي حد بيبقى داخل منظومة النادي الأهلي أول ما بيخش يعرف كويس جدا إن النادي الأهلي بيبقى هدفه الأول مركز الأول بس، وهدفه دايما نكون في المقدمة. إذا كان في حصل إخفاق أو أي حاجة، الحمد لله ربنا عوضنا خير، واللعيبة أدت ما عليها، وبالذات اللعيبة الكبار والناشئين الصغيرين اللي نزلوا إمبارح في الملعب، يعني كل الناس عملت عليها وزيادة، والحمد لله ربنا عوضنا إن إحنا نقدر نسعد جمهور النادي الأهلي ببطولة، يعني نطلع السنة دي ببطولة قيمة وبطولة أفريقيا الحمد لله. عموما مليون مبروك مره ثانيه، تهانينا لحضرتك ولكل اللعيبه وللجهاز الفني والاداري، مليون مبروك على الانجاز المحترم اللي اتحقق، وان شاء الله مستنيين منكم المزيد من الانجازات. حاجه تفرح بقى كده يعني، ان انت تقعد تسمع اخبار مختلفه خاصه بالنادي الاهلي، وامبارح واحنا بنتفرج على الماتش الواحد قال الحمد لله، يعني دايما كده تحس ان في حاجه بتعوض بشكل كبير جدا، زي ما كريم كان بيتكلم اللي هو حتى لو تعثرت فتره بترجع تاني تعود دي روح نادي الاهلي. حسن خاتمه بصراحه. امبارح الخاتمه فيعني في ساعتين نحقق بطولتين كبار جدا، وقدام منافسين لهم كل التقدير والاحترام، يعني حاجه اسعدتنا جميعا في النادي الاهلي. وده انا عايز اعلق بس ان اداره الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب قدرت توقف ورا الاجهزه الفنيه رغم العثرات السابقه اللي يعني وتصلح اي مشاكل موجوده، وتصلح وتسد الثقه والثقه في اللاعبين في الاجهزه الفنيه يوصلوا لهذا المستوى. يعني ماراثون في السله 5 ماتشات وبطوله من الخارج في صحيح. ولسه استاذ سامي على كل